يبقى ويقول لي حاجة تانية مهمة أو في العهد الجديد الرب يسوع قال كده: إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. في آيتين مقابلتين، نحن نؤمن أن كل شيء مستطاع عند الله، ورب يسوع قال أنه كمان في كل شيء مستطاع للمؤمن. نعم، أنت متخيل لما يكون كل شيء مستطاع عند الله ويجي رب يسوع لكل شيء مستطاع عند المؤمن؟ نعم. إن كان لك إيمان مثل حبة خردل تقول لهذا الجبل انتقل، إيمان ولا يشك في قلبه، يعني بيتكلم عن هذا النوع من الإيمان. عشان كده الجبال تنقل بكلمة. نعم. لا تتكلم عن جبال حياتك، لا تتكلم عن مشاكلك، لكن أؤمر مشاكلك أن ترحل من أمامك. أمين. وثق أن الإيمان سينقل كل مشكلة صعبة. لأن هذا هو الرب. طب لو إيمان تقول لحد الأسيس أنت تكلموا عن إيمان كبير قوي وناس عندها قامة روحية عالية من الإيمان، لا خلينا أخذ نموذج من شخص عادي. الرجل اللي ابنه كان به صرع. أيوة. وأخذوا ودال التلاميذ ولم يقدروا التلاميذ أن يخرجوه، فللوقت صرخ أبو الولد وقال لي الرب يسوع اعمل حاجة، إن كنت تقدر، بيقول الرب يسوع إن كنت تقدر تفعل شيء فافعل. الرب يسوع رد عليه قال له: وإن كنت تأمن، لو أنت بتؤمن. عارف الراجل ده قال إيه؟ قال له: أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. عدم إيماني أعن. قال له: أنا بصدق، بس لو أنت شايف إن أنا إيمان قليل أو عند عدم إيمان، اديني الإيمان ده. يبقى لو أنت النهاردة حاسس الراجل ده، خلي بالكم مش راجل ليه خبرة وسنين كثيرة في الإيمان، ده راجل بيعاني من مشكلة. قال له: أنت عايز تؤمن؟ قال له: طب أنا عندي أحن عدم إيماني. هل أنت مرات بتحس أنك أنت قليل في الإيمان؟ قول للرب أعن عدم إيماني، أو قول له قوي إيماني، أو حتى ما عندكش إيمان قول له أعطيني الإيمان. الإيمان هو عطية الله. تستطيع أن تقول أمام تحديات الحياة: أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. إن كنت تؤمن فيصبح لك كل شيء مستطاع.